السلام عليكم أخوتي، نلتقي في فيديو جديد. الهدف طبعا من هذا الفيديو هو لا كوريكسيون ديال ليكزامان ديال نورمال ديال 2020 ديال لا كونتا جينيرال. طبعا كان ليكزيرسيس سو فورم ديال كيو سي ام. اول كيسيون شنو كتقول؟ لا فاكتور et le document de base servant à l'enregistrement comptable de l'achat chez le fournisseur et de vente chez le client. Wesh taban, vrai ou faux? La facture est le document de base servant à l'enregistrement comptable de l'achat chez le fournisseur et de vente chez le client. Vrai ou faux? Taban, wesh sahih? ولا طبعا غلط. لا فاكتور هو لو دوكيمون اللي كانت بازا عليه في لون روجيسترومون كونطابل سواء ديال لاشا عند الفورنيسور ولا دو فونت عند لو كليون. اذا لا فاكتور واش هو لو دوكيمون دو باز؟ واش ملي كتمل لون روجيسترومون في لي زوبيراسيون ديالك في الجورنال واش كتبازا على لا فاكتور؟ طبعا الجواب وي، كتبازا على لا فاكتور. الجواب الاول فري. سؤال ثاني، لا روميز اي لا ريدكسيون دو بري كالكولي سور لونسومبل دي اوبيراسيون فيت افيك ميم كليون بوندون اون بيريود ديتيرميني. لا روميز اي لا ريدكسيون، طبعا ما نساوش بان لا روميز هو تخفيض بعد. إذا لا روميز إلى ريدكسيون إلى حد الآن صحيحة. لا روميز هو تخفيض للثمن. كالكولي سور لونسومبل دي زوبيراسيون فيت افيك ان ميم كليون بوندون اون بيريود دوني. طبعا الجواب هو طبعا خطأ، لأن لا روميز هو تخفيض مرتبط، هو تخفيض مرتبط على اون اوبيراسيون ماشي على مجموعة لي زوبيراسيون. Elle a une opération faite. Elle a une opération faite avec un client khilal la mudda muayyana. Mchi darouri tkoun ala sur l'ensemble des opérations. Moumkin annani nata une remise ala une opération. Mchi darouri tkoun l'ensemble des opérations dans un faite avec un même client pendant une période taban déterminée. La remise martabta une opération. ممكن ان تبلي بانني نعمل له اون غوميز على خمسة ديال لي زوبيراسيون ولا 3 اوبيراسيون ولا 4 اوبيراسيون، ولكن التعريف ديال لا غوميز ماشي ضروري تتعمل على اكثر من فاكتور، تتعمل على اكثر من اوبيراسيون. يعني الغوميز في التعريف ديالها ماشي ضروري انها تتعمل على اكثر من فاكتور، يعني ماشي هو هذا التعريف ديالها. ممكن تعطي الغوميز في اي لحظه، يعني ماشي ضروري ان الغوميز تتعطى على مجموعه المعاملات اللي قمت بها مع الفورنيسور مع الكليان ديالك، لان الغوميز اللي كيعطيها ديما الفورنيسور داك السيد اللي عمل لا فاكتور. ليس كونت دو ريغلومون اي تون ريدكسيون اكوردي او كليون بور ان ريغلومون او كونتون دو مونتون دو لا فاكتور او با ريغلومون انتيسيبي. طبعا شنو هو ليس كونت؟ ليس كونت هو تخفيض مالي كما قلنا في لي فيديو السابقين. التخفيض المالي كيتعطى في جوج ديال الشروط، اما كتكون الريغلومون افون لي شيونس قبل الاجل كيتسمى الريغلومون انتيسيبي، ولا لو ريغلومون او مونطون. لو ريغلومون او مونطون كيتسمى لو ريغلومون اون اسبيس. يعني ليسكونت التخفيض المالي عنده جوج شروط في الكونطا، هو اما انه يكون ديجا خلصك اون اسبيس يعني او كونطون، ولا يكون ديجا عمل لك واحد الخلاص ولكن انتيسيبي يعني قبل الوقت. اذا طبعا الجواب ديالو ولا لا كيسيون نيميرو 3 اي فري. لا كيسيون نيميرو 3 اي فري. دونك ليسكونت دو ريغلومون اي تون ريدكسيون اكوردي او كليون بور ان ريغلومون او كونتون دو مونتون دو لا فاكتور او بور ريغلومون انتيسيبي. سؤال طبعا 4، le montant des marchandises qui est enregistré comme prix d'achat prend le nom de net financier. Le montant des marchandises qui est enregistré comme prix d'achat prend le nom de net financier. C'est
ولا ماشي صحيح طبعا. Le montant des marchandises qui est enregistré comme prix d'achat prend le nom de net financier, vrai ou non. طبعا ما ننساوش بان هاد طبعا هاد لا كيسيون ماشي ضروري لان المونطون ديال لاشا ولا المونطون دو الفونت كيتبازاو على اخر نت، يعني ممكن يكون لو نت فينونسي اذا كان لو نت فينونسي هو الاخر، ولكن ممكن يكون لو نت كوميرسيال وممكن يكون مونطون بروت اذا ما كانش اصلا ريدكسيون، يعني لو مونطون ديال لي المارشانديز اللي كنكتبوهم في الكونت اشا ممكن يتبازاو على اخر نت فينونسيي على اخر نت كوميرسيال اذا ما كانش نت فينونسيي، وممكن يكون نتبازاو على المونطون بروت اذا ما كانش طبعا الريدكسيون نهائيا. وبالتالي الجواب طبعا فو، لان ماشي ضروري لو بري داشا نسميوه دائما نت فينونسي، ممكن انه يكون نت كوميرسيال اذا كنا وقفنا في النت كوميرسيال، ممكن يكون المونطون بروت اذا ما كانت شي عندنا سواء لي سكونت ولا لي تخوازير. اذا طبعا الجواب هو فو. كوشي طبعا لا بون ريبونس سولون لا فاكتور نيميرو 354 ادريسي بار لو فيرونيسور امين ا سون كليون سعيد طبعا 1508 اكسيدر دو لو مونطون بروت 2500 الغوميز 10% الغابي 5% اي لي سكونت جوج في المية. لو مونطون دو نوت كوميرسيال اي ايغال ا واش 2250 2031.99 اكسيدر. طبعا كيفاش غادي نحسبوا طبعا لو نيت كوميرسيال، كيفاش غنحسبوا لو نيت كوميرسيال؟ طبعا غنشبروا 2500 غنقصوا منها 10% ديالها، يعني 2500 ناقص 0.1 مضروبة في 2500، هاد المونطون اللي غادي يجينا غادي نقصو منا 5% ديال الغابي. إذا طبعا نحسبوه مع بعضنا، 2500 طبعا هادي ماشي فاكتور، يعني حسب مباشرة، 2500 ناقص 10% ديالها ناقص 0.1 مضروبة في 2500. ناشني كنحسبو الريدكسيون ديال الغوميز الأولانية، 2500 ناقص 10% ديال 2500 كتيك 2250، هاد 2250 غتنقص منها 3% ديالها ناقص 0.03 مضروبة في 3% ديالها مضروبة في نفس ANS. هي 2250. طبعا المونطون عطاني 2183.5 2183.5 طبعا الجواب هو الاخراني، الجواب هو الاخراني اللي هو 2183.5. سؤال طبعا 6، دونك سالينا طبعا لا كيسيون نيميرو 5 لا كيسيون نيميرو 6. دون لو كا او ترونسبور اي ا لا شارج دو كليون اي بي بار لو فورنيسور اي بي بار لو فورنيسور او ديبار دي مارشانديز لي فري دو ترونسبور سون انجاجي اي ريكوبير افون لو نيت كوميرسيال ابري لو نيت فينانسي افون لو نيت فينانسي ابري لو نيت ابي. دونك لو كا ملي كيكون ترونسبور et à la charge du client est payé par le fournisseur au départ des marchandises. أول حاجة بأن الكليون هو اللي غادي يخلص، الكليان هو اللي غادي يخلص طبعا الترانسبور، ولكن الفورنيسور خلص الترانسبور، خلص واحد الشركة ديال النقل في الديبار. لي فري ديال الترانسبور سون اونجاجي اي ريكوبيري واش افون لو نيت كوميرسيال ولا طبعا ابري لو نيت فينونسي افون لو نيت فينونسي ولا ابري لو نيت ابي.
طبعا ديجا الفورنيسور ديجا خلص ترونسبور، ديجا خلص ترونسبور، يعني واش غادي يكتب لك داك الترونسبور، واش غادي يكتب لك داك الترونسبور داخل في لا فاكتور او نو، يعني واش غادي يكتب لك ترونسبور في داك لا فاكتور اللي عيصرد لك. وي طبعا، يعني عيصرد لك ترونسبور في لا فاكتور، عيصرد لك ترونسبور في لا فاكتور. والترونسبور معروف فوقاش كيتكتب، كي تكتب طبعا ابخي لو نيت فينونسيي، ابخي لو نيت فينونسيي، ابخي لو نيت فينونسيي، ما كيتحسبش ابخي لو نيت ابيي، ولكن كيتحسب ابخي لو نيت فينونسيي. ملي كنقولوا ابخي لو نيت ابيي، حتى شي حاجه ما كت حتى شي حاجه ما كتكتب مور ابخي لو نيت ابيي، حتى شي حاجه ما كتكتب مور ابخي لو نيت ابيي، لان النيت ابيي هو اللي كيكون في القاع ديال الفاكتور، هو النتيجه. ولكن ابخي لو نيت فينونسي كنكتبوا الترونسبور والتي فيا ديالو، كنكتبوا الترونسبور والتي فيا ديالو. لي ريدكسيون كوميرسيال لي تخوازا سون كونتابيليزي سور لا فاكتور دوا، سون كونتابيليزي سور لا فاكتور افوار، نو سون جامي كونتابيليزي. طبعا لي تخوازار فوقاش كيتكونتابيليزاو في لا فاكتور عادي ما كتبانش لي تخوازار، يعني ديك يعني ديك الغوميز الغابي ريستورن، غوميز غابي ريستورن، ما كتبان ما كنقلوش ديك المونطون ديال الريستورن ولا الغابي في لا فاكتور. ولكن ملي كنعطيو له طبعا ان فاكتور افوار، يعني اما كيكون مشكل في السلعه، اما مشكل في ليفريزون، اما مشكل في السلعه جات خايبه ولا شي حاجه، كنعطي له تخفيض. هذا التخفيض كيتكونتابيليزا، يعني فوقاش كنكونتابيليزي انا التخفيض في لا فاكتور افوار. شنو هي لا فاكتور افوار؟ لا فاكتور افوار هي ملي كنعطي له انا لا فاكتور، ملي كنعطي له السلعه، كنرجع نعطي له تخفيض اخر. هذا التخفيض اخر كنسمي انا رجعت له لا فاكتور افوار. ولا فاكتور افوار هي فاش كنكونتابيليزيو هاد لي تخوازير. اذا كنكونتابيليزيو هاد لي تخوازير في لا فاكتور افوار. 8 la TVA ajouter est un impôt qui frappe واش البينيفيس، واش ليبارني، واش لا كونسوماسيون، واش طبعا الانفيسيسمون. ال TVA هي لا تاكس سور لا فالور اجوتي، لا تاكس سور لا فالور اجوتي، يعني اذا مشيتي شريتي شي حاجه كتخلص TVA معها، يعني ملي شريتي شي حاجه كتخلص TVA معها، يعني مرتبطه بلا كونسوماسيون. يعني TVA سي ان مونطون كي فراب لا كونسوماسيون، انت ملي كتكونسومي اذا استهلكتي كتأدي ضريبه استهلاك ديالك لا كونسوماسيون. اذا بور لونتربريز لي كونط دو لا تي في كونستيتي اون شارج مي با ان برودوي، كونستيتي ا لا فوا اون شارج اي ان برودوي، نو كونستيتي ني شارج ني ان برودوي. بور لونتربريز لي كونط ديال لا تي في les comptes de la TVA. Wash constitue une charge mais un produit. Wash constitue à la fois une charge et un produit. Ou ne constitue ni charge ni un produit. Yani wash TVA. Charge بالنسبة l'entreprise ou ماشي طبعا un produit. Ou la constitue une fois charge et produit. Yani charge et produit. Ou la لا تشكل كيلو نهائيا شي حاجة اسمها طبعا charge. ولا شي حاجه اسمها ان برودوي. كنا للتيفيا، التيفيا دائما قلنا قبيلتي مرتبطه بالاستهلاك، اذا اللي كيأديها هو المستهلك النهائي، لان التيفيا الشركه كنجمعوا الفلوس، كنجمعوا الفلوس، كنجمعوا الفلوس، وكنقطعوا طبعا لي تي في اللي ديجا خلصنا، والباقي كنرجعوه للدوله. يعني ملي كنقولوا الباقي كنرجعوه للدوله، يعني التي في نهائيا ما شارج ما برودوي، لانها ال فراب لو كونسوماتور فينال، ما عندنا حتى علاقه حنا. حنايا كنجمعوا، كنحيدوا داكشي اللي علينا، كنشبروا لي تي في من عند الناس، كنقطعوا كنرجعوا للدوله المسائل ديال. يعني نهائيا بالنسبه لنا، نهائيا الشركه واخا كتخلص ديجا تي فيا، كتعاود تبيع طبعا داك المارشونديز. ديجا داك السيد عاود كيخلصها في تي فيا ديالها، سينو راه
حنا شنو كنقولوا؟ كنقولوا بان التيفيا مرتبطه بالمستهلك نهائي، هو اللي كيخلص التيفيا كامل. يعني افترضوا بانك انت شبرتي طبعا السلعه ب 100 درهم والتيفيا ديالها 25 درهم، التيفيا ديالها 20 درهم، عتعاود تبيع عن المستهلك بثمن اكثر ب 100 درهم كمثال 110، والتيفيا غادي تجي له اكثر تقريبا 27 درهم ولا اكسترا، وبالتالي بان هذيك 27 درهم غادي تشبرها وتقطع منها ديك 25 درهم اللي دفعتيها كوم ايتون تيفيا، وغتبقى لك تقريبا واحد جوج دراهم ونص طبعا على الدفع عن الدوله. اذا بالنسبه للتيفيا ما كتشكل لا شارج لا برودوي، انتينا فقط شركه كتجمع، ولكن بالنسبه للو كليون فينال راه شارج بالنسبه ليه. كنظن وقيله سهله هذه. كيسيون طبعا نيميرو 10، La société Gamma a effectué en février les opérations suivantes. Tabra février, on a le vente, achat. Mars, on a tabra le vente, achat, achat. Chauffons, je mets un an. On a tabra la TVA due au titre du mois de mars est égale. واش الاولانيه الثانيه طبعا الثالثه. طبعا حنا شنو عندنا؟ حنا عندنا طبعا لا تي في دو او تيتغ دو موا دو مارس، واش كتساوي هادي ولا هادي ولا هادي؟ ما نساوش باننا خصنا نحلو كل اوبيراسيون بوحديتها. نشوفو طبعا لوبيراسيون، رجعو لي لو هيا خايب ولا اختي. دونك اهم حاجه بالنسبه لنا شنو هي؟ هو نجمعوا طبعا لي تي فيا ديال لي فونت ونجمعوا لي تي فيا ديال لي زاشا. نجمعوا لي تي فيا ديال لي فونت ونجمعوا تي فيا ديال لي زاشا. نجيب طبعا الكالكولاتريس. شبر لا كالكولاتريس باش طبعا نحسبو لي مونط. شوفو طبعا خوتي، دونك عندنا لي فونت تي تي سي. نبداو بالفونت تي تي سي. اذا باش نحسب التي في شنو غنعمل؟ غنشبر طبعا لو تي تي سي اللي هو طبعا 200 ألف، واحد جوج ثلاثة، غنقسمو على 1.2، غنشبر 20% ديالو اللي هي 0.2. ممكن خوتي نقسمو مباشرة على 6 لأن التي في هي السدس من التي تي سي اللي هي طبعا 33333، 33333. هذا طبعا هو التي تي سي الأولاني، هذا هي التي في ديال لافونت الأولاني. نمشيو لا تي في ديال لافونت الثانية، 320 ألف، غنقسموها على 1.2 ونضربوها طبعا في 0.2، كتيني طبعا تي في 53333.33. التي في خوتي ديما كتكون، قلنا ديما كتكون على الاور تاكس، ديما كتكون على الاور تاكس 0.33333. ديما التي في كتكون قلنا على الاور تاكس. اذا سالينا من لي فونت، الفونت كتكون فيها تي فيا كيفاش عاملها؟ تي فيا فاكتوري. اذا دابا جمعنا لي تي فيا فاكتوري اللي هو 33000 وشي حاجه، وجمعنا 35000 وشي حاجه، صافي. دونك من بعد غنمشيو تي فيا ريكوبيرال سور لي زاش اش تي تي سي. ملي كنقولوا اش تي تي سي يعني بحال قبيلتي، غنجبر 130000 و460، غنقسم على 1.2 ونضربها طبعا في 0.2، 21743، 21743.33. هذه تي فيا على لاشا الأولانية. تي فيا على لاشا الثاني 177900، تقسيم 1.2 باش كنرجعوه للأوف تاكس، ومن بعد كنضربو في 0.2، كيتيني طبعا 29000، 29000 و650، 29000 و650. اشا الاخراني
اشا دي ماشين ا اكريت ديجا عندي اوغ تاكس، يعني مباشره نحسب 20% ديالها، غنضربها في 0.2. 25 2500 مضروبه في 0.2 هاتيك مباشره 500 500. اذا شنو غادي نعملو؟ غادي نجمعو طبعا لي تي فيا فاكتوري ومع طبعا لي تي فيا ريكوبيرابل. لي تي فيا فاكتوري عندي 33 33333 فاصلة 33، نزيدو له طبعا 53 333 فاصلة 33. طبعا جاتني تي فيا، طبعا تي فيا فاكتوري 86666 فاصلة 66. إذا 86 غنقص منها داك اللي جمعتهم قبيلتي، تيفيا ريكوبيغي 29650 زائد 500 زائد 21743 فاصلة 33. وعطيني طبعا المونطو على حسب ما جمعت انا 34773 34773. زدني 34. استنى خوتي تأكدوا فقط من الحساب. دونك لا كيسيون نيميرو 10 قال لك لا تي فيا ديال شهر مارس. لا تي فيا شهر مارس حنا ديجا دخلنا فيها فيفري، عليها طبعا ما خرجناش المونطو. يعني كيفاش كنحسبوا التي في؟ التي في سهله، كتشبر 320000 كتقسم على 1.2 كتضربها في 0.2، يعني المونطو تي تي سي عقال كتقسم على 1.2 وكتضرب في 0.2. اذا حسبتي هذا العدد 0.2 على 1.2 عطيك سدس. اذا تي في ملي كيكون تي تي سي هو السدس، وملي كيكون الاوغ تاكس هو الخمس. إذن غنعمل 320000 ناقص، بما أن أشا تي تي سي يعني غنشبر 177000 و 9000 غادي نقسمها على 6، وغنقص منها تي في عاود ريكوبيرابل اللي هي 2500 تقسيم 5 لأن الأوغ تاكس. جو غيبيت، 320000 على 6 ناقص 177900 على 5 نقص منها 2500 طبعا على 5. نحسبها طبعا معاكم سيغ بلاس. 320000 طبعا تقسيم 6 نقص منا 177900 تقسيم 6 نقص منا 2500 تقسيم 5 عقال باش تحصل على تي فيا دو. تي فيا دو يعني تي فيا اللي خصك تخلص نورمالمون خصو يكون لي زاشا اكثر من لافونت. اذا كانوا لي فون خصها تكون فونت اكثر من اشا، اذا كانوا لي زاشا اكثر غيقول لك خصك تحسب الكريدي ديال التي في، لان ملي كتكون انتينا خصك تخلص التي في كنسميوها كريدي التي في. اذا كانت انتينا بعتي اكثر، بعتي اكثر من شريتي كتسمى تي في دو. تي في دو اذا قلنا طبعا 320000 على 6 ناقص 177900 على 6 ناقص 2500 على 5 كتيك التوتال طبعا 23183 23183. هذه هي طبعا الجواب طبعا رقم 1 23183.33. اذا كو سينيفي لي دو زيكريتور سويفون؟ طبعا 400 وطبعا 44 15 طبعا فورنيسور اي في ابي فورنيسور اي في ابي. طبعا شنو كتمعني؟ طبعا كو سينيفي لي دو زيكريتور سويفون؟ كيسيون طبعا 11 44 15 فورنيسور اي في ابي شنو كتمعني؟ واش ليكريتور ايغوني؟ واش الكتابه خاطئه؟ طبعا راه ديجا شنو عندك؟ عندك 44 15
فورنيسور اي في اف بي، وطبعا عندك 34 و 34 و 21 طبعا كليون، يعني ديجا عندك وحده في الدي بي وحده في الكريدي، وعندك 2500 2500. قال لك واش كتعني بان ليكريتو خطا؟ واش ما كتعني بان لاكسبتاسيون دون تريت، واش انت قبلتي واحد لا تريت، ولا كتعني بان لوندوسمون دون تريت بور بيمون ان فورنيسور؟ واش ممكن تينا خلصتي ان فورنيسور ديالك، ولا لو بيمون دون تريت، ولا خلصتي طبعا لا تريت ديالك؟ اول حاجه طبعا فورنيسور اي في ا بي اي. ملي كنقولوا فورنيسور اي في ا بي اي، شنو المعنى فورنيسور اي في ا بي اي؟ فورنيسور اي في ا بي اي يعني ان كلمه فورنيسور تحولت من فورنيسور اي في ا بي، فورنيسور تحولت من فورنيسور اي في ا بي. وديجا فورنيسور اي في ا بي هو كريدي عليا، هو كريدي عليا، سي ان كريدي بور مو، سي ان كريدي بور مو، سي ان كريدي بور مو. يعني بالنسبه لي اللي طبعا فورنيسور اي في ا بي سي ان كريدي. وطبعا لو كليون، طبعا لو كليون ديجا ديبيتا، يعني الكليون راه ديجا خلصني، الكليان ما يمكنش يخلصني بديجا شي حاجه عليه، لان الفورنيسور اف ار بي هو كريدي، يعني الورقه اللي كتثبت بان داك السيد كيسالوه شي حاجه. اما داك السيد اللي كيكون كيسال شي حاجه كتسمى كليون اف ار ريسيفوار. كليون اف ار ريسيفوار، كليون اف ار ريسيفوار هي ديك الورقه اللي كتثبت بانني انا كنسنى الناس. فورنيسور اف ار بي الناس كيسالوا لي، الفورنيسور كيسال لي، كليون اف ار ريسيفوار انا كنسنى الكليون. يعني غتلاحظ بان ديجا الكونت كليون تخلص، الكونت كليون تخلص بفورنيسور اف ار بي. نو فورنيسور اف ار بي يعني كتمعني بان الناس كيسالوك، ميمكنش تخلص الكليان بالناس كيسالوك، خصك تخلص الكليان بكليون اف ار ريسيفوار. اذا كان نزل كليون اف ار ريسيفوار فالجواب ديالو صحيح، اذا كان عندي كليون تحت وفوقي كليون اف ار ريسيفوار فالاجابه صحيحه 100%. بما انه هو نزل فورنيسور اف ار بي اللي هو ديجا كريدي، ميمكنش طبعا الكتابه تكون صحيحه، وبالتالي خصو يكون في الدي بي كليون اف ار ريسيفوار. وكتما شنو عملت، شنو كتما عملت؟ كتما عملت لوندوسمون. لوندوسمون شنو المعنى؟ انني خلصت بالكليون، خلصت بالكليون صافي. نشوفوا طبعا لوندوسمون دون تريت بور بيمون ان فورنيسور، لو بيمون دون تريت. اذا طبعا لوندوسمون دون تريت بور بيمون ان فورنيسور، وطبعا قلنا لو بيمون اكسيتا. طبعا كيسيون نيميرو 12، عطاك طبعا الفورنيسور وعطاك كليون اي في ا ريسيفوار، فورنيسور اي في ا ريسيفوار. وطبعا شنو عطاك؟ عطاك 44 11 وعطاك 400 400، فورنيسور كليون اي في ا ريسيفوار، فورنيسور كليون اي في ا ريسيفوار. غتلاحظ شنو عملت انا، شنو عملت انا؟ خلصت الفورنيسور بهادي، خلصت الفورنيسور باياش، خلصت الفورنيسور باياش، بداك اللي قلت لك قبيلاتي الورقه اللي كتبت انتينا كتسنى الناس، كليون اي في ا ريسيفوار هذيك الورقه ديالك، يعني انت كتسال. فورنيسور اي في ا بي يعني هو كيسالك، كليون اي في ا ريسيفوار ورقه كتبان بانك انتينا كتسال واحد الشخص، كتسال واحد الشركه الفلوس. اذا ممكن تبيع، ممكن انك تخلص الفورنيسور ديالك بالورقه اللي كتسمى انتينا كتسال شي واحد اخر الفلوس. اذا هذا كيتسمى لوندوسمون، هذا كيتسمى لوندوسمون دون تريت، لوندوسمون دون تريت. اذا لا روميز دون تريت ا لونكيسمون، لاكسبتاسيون دون تريت، لوندوسمون دون تريت ا ان فورنيسور، لا روميز دون تريت ا ليسكونت. اذا هذا كيتسمى لوندوسمون دون تريت ا ان فورنيسور، لوندوسمون دون تريت ا ان فورنيسور. وبالتالي كنكونو خرجنا لا كيسيون طبعا نيميرو طبعا 12، هذا كيتسمى لوندوسمون. تي اوندوسي لي في، تي اوندوسي لي في يعني خلصتي به واحد الفورنيسور ديالك، خلصتي بالكريدي ديال واحد الشخص اللي انتينا كتسالو. اذا طبعا بور شاكان دي بروبوزيسيون انديكي طبعا لا بون ريبونس.
Pour chacun des propositions, indiquez la bonne réponse. La domiciliation est l'adresse de la banque du client ou la banque de fournisseur. Wesh, la domiciliation est l'adresse. Wesh, de la banque du client ou la banque du fournisseur. Donc, qu'on a طبعا la domiciliation. Wesh, il y a l'adresse de la banque du client ou la banque de fournisseur. La domiciliation, je n'y ou enna ou enna kbima enna kentina client daruri khsak tkun msajjel fwahed la banque. يعني ان لادريس ديالك خصني نعرف بان عندك لادريس بونكير في واحد لا بنك معينه كتسمى لا دوميسيلياسيون، هو النيميرو ديال الكونت ديالك خصو تكون دوميسيلي في واحد لا بنك، يعني مسجل في واحد لا بنك. يعني ميمكنش شي كليان معين ميكونش طبعا عنده طبعا مسجل في واحد لا بنك تابع ليلو، لا بنك تابع ليلو يعني هو خدام في داك الكونت، يعني كمثال محسوب على بي ام سي ولا محسوب طبعا على تجاري وفاق، كتسمى لا دوميسيلياسيون. باش انا ملي كنشبر لا تخيط ديالك كنمشي للبنكه ديالك ونعمل لها كمثال لي سكونت، ولا كنمشي للبنكه ديالك ونعمل لها لونكيسمون. لا دوميسيلياسيون اي لادريس ديال لا بنك دو كليون. لا بنك دو كليون لو بي اورد ايت اون ريكونيسونس دو ديت ايتابلي بار لو بي اورد دايما لو كليون. طبعا لو كليون هو طبعا اللي كيعمل طبعا لو بي اوردر، ولو كليون كيتسمى طبعا لو سوسكريبتور. سوسكري يعني هو اللي كيكتب، لو سوسكريبتور لو بي اوردر اللي كيعملو لو سوسكريبتور. اما طبعا لي في دو كوميرس اللي هو ليتر دو شونج اللي كيعملو طبعا هو لو تيرور، ولا اللي كيعملو هو طبعا لو فورنيسور. اذا لو بي اوردر كليون ولا كيتسمى سوسكريبتور، وطبعا اخر كيتسمى طبعا لو تيغور ولا كيتسمى طبعا فورنيسور. لا نيغوسياسيون دو لو في دو كوميرس ا اون كونسيكونس سور لا بانك، سور لا بانك دو تيغور ولا لا تيغور. لا نيغوسياسيون دو لو في دو كوميرس ا كونسيكونس واش على لا بانك ديال، واش على لا بانك ديال لو تيغور ولا لا بانك ديال لو تيغور. يعني ملي كنقولوا نيغوسياسيون هو انني جو نيغوسي، هو انني نزيد ولا نقص في الشهر. واش عنده لا كونسيكونس على لا بانك ديال داك السيد لو تيغي، على داك السيد اللي كنسالوه، اللي كنسالوه اللي كتب لا تريت، ولا عنده طبعا لافي على لا بانك ديال لو تيغور، على لا بانك ديال لو تيغور. لا نيغوسياسيون دو لافي دو كوميرس واش عنده لا كونسيكونس سور لا بانك ديال لو تيغي ولا سور لا بانك ديال لو تيغور. ما نساوش بان لي في دو كوميرس اللي غادي يخلصها نورمالمون، اللي غادي يخلصها نورمالمون هو لو تيغي، هو لو تيغي هو داك الشخص اللي عليه الكريدي، ماشي داك الشخص اللي غادي يجيب الفلوس. الشخص اللي عليه الكريدي اللي غادي نمشي، اللي ممكن انني نمشي للبنكه، لانني ممكن نمشي للبنكه طبعا وطبعا نتيري الفلوس قبل الوقت. اذا لا نيغوسياسيون دو لو في دو كوميرس اي اون كونسيكونس سور لا بانك دو تيغي، سور لا بانك دو سوسكريبتور، سور لا بانك دو كليون. اذا نشوف الاسماء، لو تيغي لو سوسكريبتور او لو كليون، ثلاثه الاسماء فحال فحال، هو داك الشخص اللي كنساله صافي. سؤال 16، اون سوسيتي ايمي 5 اكتوبر ان افي دو كوميرس بايابل ا 30 جور à la fin, de 2 mois. L'échéance de l'effet est de une société émet 5 octobre un effet de commerce. طبعا émet يعني طرحت واحد طريطه، واحد الكمبياله، يعني شي حاجه كتسال للناس. payable à 30 jours à 30 jours fin 2 mois. يعني l'échéance de l'effet واش هي 30 octobre ولا طبعا 31 اكتوبر ولا 30 نوفمبر ولا طبعا 31 طبعا اكتوبر. ما نساوش بان شنو مكتوب بيابل 30 يوم 30 جوغ فان دو موا، بيابل طبعا 30 يوم فان دو موا يعني في النهايه طبعا ضد الشهر. حنا فين كنا طبعا؟ حنا كنا في 5 اكتوبر. واش
ليشيونس كيقصد بها واش 31 ديال اكتوبر ولا طبعا 30 اكتوبر. وشني قال لك؟ قال لك بايابل ا 30 جوغ فان دو موا، في النهار 30 في نهاية شهر. اذا طبعا ديجا كتبها لك 30 اكتوبر. اون سوسيتي عطات ان افي دو كوميرس، قال لك بايابل في 30 يوم في نهاية شهر. اذا 30 في نهاية شهر يعني 30 اكتوبر، اذا 30 اكتوبر وليس طبعا 31 اكتوبر. اذا ليشيونس ديالو هو 30 اكتوبر. دونك ما باقيناش لي كيسيون بزاف، باقينا لا كيسيون نيميرو 17. كنحاول ما امكن نخرج معاكم، يعني انني نفترض بانني اول مره كنشوف امتحان وشوف طبعا كيفاش كنتفاعلوا طبعا مع ليكزيرسيس. اون سوسيتي غومي لو 10 اكتوبر ان افي دو كوميرس اليسكونت ا ليشيونس ديال 31 ديسمبر، لو تو ديسكونت تقريبا 12%، اي لا فالور نومينال ديال ليسكونت 6500. لو مونطون ديال لي زانتيغي هو، اذا بالنسبه لواحد سوسيتي طرحات واحد ان افي دو كوميرس ليسكونت لي ديجا ليشيونس ديالو غادي تكون ان شاء الله في 31 ديسمبر. لو تو ديسكونت 12% والنومينال 6500. كيفاش كنحسبوا لو مونطون دي زانتيغي؟ لو مونطون دي زانتيغي كيفاش كنحسبوها؟ كنشبروا المونطون كنضربوها في لوطو وكنضربوها في عدد الايام على 360. جو ريبيت، كنشبر المونطون اللي هو في زيرو مضروبه في الطي مضروبه في لوطو مضروبه في ان على 360 مضروبه في العدد الايام على العدد الاجمالي ديال السنه اللي هو 360 في الكونتا. صافي، العدد ديال الايام في الكونتابيليتي هو 360 ماشي 365. المهم، اذا هي 6500 مضروبه في 12% مضروبه في العدد على مضروبه في ان على 360. نشوفوا دابا العدد، خصني نحسب من 10 اكتوبر من 31 طبعا ديسمبر. 10 اكتوبر، اكتوبر شحال فيه من طبعا من شحال فيه طبعا من الايام؟ واش 30 ولا 31؟ اكتوبر 31، اذا 10 بار 31 عندنا ناقص منها كم؟ 10. اذا عندي 31 ناقص منها طبعا 10، 31 ناقص منها 10 كتيني 21 يوم. اكتوبر موراه نوفمبر، نوفمبر 30، نوفمبر قلنا اكتوبر نوفمبر دوجمبر قال لك فيه 31 ديسمبر، 31 ديسمبر. اذا العدد كتعطيني 82. اذا جو ريبيت، كنعمل 31 ناقص 10 ونزيد لها 30، 30 يوم طبعا نوفمبر، وكنزيد لها 31 ديسمبر كتعطيني 82. هاد 82 كنقسمها على 360 وكنضربها، كنقسمها على 360 وكنضربها في لوطو اللي هو 0.12 وكنعاود نضربها في المونطو اللي هو 6500. اذا كنعمل 83 ولا 84 تقسيم 360 مضروبه في 0.12 مضروبه في 6500. وطبعا نشوفوا المونطو مع بعضيتنا، نشوفوا المونطو طبعا خوتي، الجواب هو طبعا 180.23. اذا طبعا نعملو طبعا شنو قلنا؟ 31 ناقص 10، 31 ناقص 10 زائد 30 زائد 31 زائد ان جور دو بانك زائد 1 مقسوم على 360 مضروبه في 12% مضروبه في 6500. غنعاود 6500 مضروبه في 12% مضروبه في 31 ناقص 10 زائد 30 زائد 31 زائد ان جور دو بانك يعني زائد 1 مقسومه طبعا على التوتال، عطاتني انا 179.83 اللي هي تقريبا 180. اذا لو مونطون ديال لي زانتيغي هي 180. كيسيون نيميرو 18، لي زوبيراسيون سويفونت سون اكستريت دو لا كونطابيليتي دو لونتربريز سرغيني. طبعا عندي 04 تريتي تيري لا تريت او 36 سور لو كليون ضاحي نومينال 28000. Et les opérations suivantes sont extraites de la comptabilité de l'entreprise Sergi. Les opérations suivantes sont extraites de la comptabilité de l'entreprise Sergi. Tirer la traite
او كليون نومينال اكسيتيرا. ملي كنقولوا طبعا تيغي لا تريت، شنو المعنى تيغي لا تريت؟ بانك انتينا سردتي الورقه لمسيو الضاحي باش يسنيها، بانك انتينا غادي تبقى تسلو واحد الحاجه، انت غتبقى تسلو واحد الحاجه. اذا بما انك انتينا الشركه غادي تلعب على على كليون افي ا ريسيفور، كليون افي ا ريسيفور، وغادي تنزلها، غادي تنزلها طبعا في الدي بي، واخرى غادي تنزلها طبعا في الكريدي. اذا دي بي تي لو كونت كليون ديجا الكليون الكليون ديجا كيكون في الدي بي، انت هنا طبعا غتعمل الكريدي. اذا طبعا كريديتي لو كونت كليون، وطبعا دي بي تي كليون اف ا ريسيفوار. اذا طبعا الجواب الاول دي بي تي لو كونت كليون اف ا ريسيفوار، وكريديتي لو كونت كليون، يعني ان كلمه كليون اللي ديجا كانت في الدي بي غادي تحول في الكريدي. وطبعا الحاجه طبعا الاساسيه اللي غادي اللي الورقه شنو الاسم ديالها؟ الورقه الاسم ديالها كليون اف ا ريسيفوار. دونك جو ريبيت، انتينا ديجا كان عندك الكونت كليون في ديجا كان عندك الكونت كليون في دي بي، بما انك شبرتي الورقه من عند لو كليون ديالك غادي تحولو ن كليون اف ا ريسيفوار، يعني الكليون اللي ديجا كان في دي بي غادي تحول للكريدي. اذا كريديتي لو كونت كليون، والبلاصه ديالو شنو غادي ترجع؟ كليون اف ا ريسيفوار، يعني دي بي تي كليون اف ا ريسيفوار وكريديتي لو كونت كليون. سؤال 19، دونك كوشي لا بون ريبونس. مسيو فريد ا ترافايي ديرون لو موا دو جوان، 192 192 ساعه نورمال او طو اوغير ديال 12%، طبعا 5 سوايع سوبليمونتير، 4 سوايع سوبليمونتير ماجوري ا 50%، جوج ساعات سوبليمونتير ماجوري ا 100%. طبعا لو سالير دو مسيو فريد اي ايغال كوا؟ طبعا مسيو فريد ا ترافايي ديغون لو موا دو جوان، 192 طبعا بلو طو اوغير دو 12، عقلو مزيان، 192 او طو اوغير دو 12، يعني 192 ساعة مضروبة في 12، تبعوا معايا اخوتي، 192 ساعة مضروبة في 12، ها الاولاني زائد 5 ساعات ماجوري 25%، 5 ساعات ماجوري ب 25%. ملي كنقولوا ماجوري ب 25% يعني ديك 12 درهم غادي يتماجوغا ب 5 ب 5%، 25%. إذا 190 في 12 زائد 5 مضروبة في داك 12 زائد 0.25 مضروبة في 12، واضح أخوتي؟ ولا مباشرة باش نسهل عليكم، 5 ساعات عاد ضربوها في 12 خمسة ساعات هتضربوها في 12 مضروبة في 1.00، 1.00 خوتي، 1.00، لوطو هو 0.25، إذا 1.00 هي 1.25. إذا جو غيبيت، 192 مضروبة في 12 زائد 5 مضروبة في 12 مضروبة في 1.25 زائد 4 مضروبة في 12، هذا التمرين سهل، مضروبة في 1.00، 1.5 زائد جوج اور سوبليمونتير، يعني طبعا ملي كنقولوا طبعا جوج اور سوبليمونتير يعني عندي جوج مضروبة في 12 مضروبة في واحد، طبعا قلنا 1. طبعا لوطو 1.5، 1.6، 1.7، ملي كتوصل ل 100% كتكون 1.2 ياك، كتكون جوج، 1.9 موراها جوج، صافي. إذا الحساب باش نتأكدوا من الحساب خوتي، دونك كما قلنا طبعا لو سالير ما هو الا ياش، نعاود لا كيسيون لان باش تجيكم شوي سهله، هي 192 مضروبه في 12 زائد
زائد 5 مضروبة في 12 مضروبة في 1.25 زائد 4 مضروبة في 12 مضروبة في 1.5 زائد 2 مضروبة في 12 مضروبة في 2، لأن 100% كيعني بأن داك 12 تحولت ل 24 اللي هي مضروبة في 2. واضحة الفكرة؟ إذا 192 مضروبة في 12 زائد 5 مضروبة في 12 مضروبة في 1.25 زائد 4 مضروبة في 12 مضروبة في 1.5 زائد 2 مضروبة في 12 مضروبة في 2، التوتال كيعطيني 2499. 2499 2499. دونك السؤال الاخراني، لو سالير بغي دو مسيو عالمي اي 7900. 7900 لو مونطون توتال دي كوتيزاسيون سالاريال لا سي ان اس اس اي امو اي تيغال ا، واش 44 فاصلة هذاك دونك لو سالير دو مسيو العالمي هو 7900، لو مونطون توتال ديال لي كوتيزاسيون سالاريال لا سي ان اس اس ولا مو، واش هي 447.34 ولا 532.46 ولا 489.52. دونك كنا طبعا في لا كيسيون خوتي نمره طبعا الاخراني، حنا كنعرفوا بان الكوتيزاسيون لامو النسبه المئويه ديالها 4.48، يعني باش تحسب الكوتيزاسيون امو شبر المونطون اللي هو المونطون 7900 وضربه في 4.48 وقسمه على 100، يعني ضربه في 4.48%. الكوتيزاسيون عفوا لا سينيسيس 4.48، الكوتيزاسيون امو 2.26، اذا غادي تشبر 7900 وتضربها ب 2.26%. اذا نجمعوا النسب المئويه 4.48 زائد 2.26 كتينا طبعا النسبه المئويه 6.74. اذا هاد 6.74% غادي نضربوها مباشره في 7900، عطينا طبعا التوتال ديال المونطون 533.40. 533.40 طبعا هذا هو التوتال ديال لي كوتيزاسيون سالاريال اللي متعلقه بلا سي ان اس اس، اللي هي 4.48 مضروبه 4.48 مضروبه في 7900 على 100، ها هي لا سي ان اس اس 7900 مضروبه في 44.48 على 100، زائد اذا طلب منك لا سي ان اس اس فانها 7900 مضروبه في 4.48 على 100 فقط. إذا قال لك حتى لامو يعني كتشبر 2.26 مضروبة في 7900 على 100، جمعهم وكيتيوك 533.40. نتمنى طبعا هاد لا كوريكسيون تكون نالت الإعجاب ديالكم، طبعا تبازينا على واحد الفوتو وصلتنا طبعا من الواتساب، وإن شاء الله نتمنى هادشي يكون طبعا مفهوم، وكنتمنى لكم التوفيق وكنتمنى وطبعا نسألكم خالص الدعاء. نسألكم دعاء أختي.